كم مرة خططت ما نحتفل الليلة بعيدي وحضرت لتعيش لحظة فرح مستقبل السنة جديدة بفرح وخيب أملك فيها رد رد هالحياة صايرة عبثية ومجنونة تغدرنا بلحظة كيف بقول إنه رح نروح لحتى نرقص ناس منا رح ترجع وناس مش رح ترجع وبتاخد منا أغلى ما عنا ما أبشع الحياة لما المجرم يغدر بالمناح ويأذيهم فهمنا إنك شفت اللي ماتوا وعم تتعاطف مع أهل اللي انجرحوا بس ما فيك تكفي هيك لما تفكر إنه خلصت أنا بحبك هون المفاجأة ليش ما فينا نكون مع بعض؟ أنا إنسان كلني تناقضات تكتشف إنه يلي مخبى فيها بعد عني وعن كل الناس اللي حواليه أكتر بكتير عن جد عم تحكي ولا عم تمزح؟ راحوا ابتداء من الأربعة بعد الأخبار على الـ MTV